استخدمي دونجل EFT. سنقوم اليوم بشرح خاصية EMMC لإزالة جوجل أكاونت FRB On. نقوم أولا بإطفاء الجهاز بالكامل. قبل البدء بالعملية نقوم بدخول إلى الدنجل واختيار موديل الجهاز ولمن لا يملك كابل EFT يقوم بوصل بوكس Z3X مع كابل UART لإتمام العملية. نقوم بإظهار بوكس Z3X ومن ثم الضغط على Reset FRB AMMC. نقوم الآن بوصل كابل UART في الجهاز وهو مغلق تماما، ثم الضغط على مفتاح الباور وتخفيض الصوت معا. عند ظهور هذه العلامة يخبرنا الدنجل بأنه يجب علينا نزع كابل UART ووضع كابل USB. الآن نقوم بنزع كابل USB ووصل كابل UART مرة أخرى، ونقوم بالضغط على زر الباور وخفض الصوت معا. عند ظهور لوجو جالاكسي A7 نقوم بنزع أيدينا عن الأزرار والانتظار حتى يقوم الدنجل بعملية مسح الـ FRB وتحويله من ON إلى OFF. ننتظر قليلا من الوقت. ننتظر حتى يقوم الدنجل بحذف جوجل أكاونت وتحويل الحماية من ON إلى OFF. لا تقوم بنزع الكابل أثناء هذه العملية. ننتظر قليلا. الآن تم حذف جوجل أكاونت FRB On وتحويله إلى OFF، ونقوم الآن بنزع كابل UART وإعادة تشغيل الجهاز لمعرفة إذا تم إيقاف الحماية أم لا. الآن الحماية أصبحت OFF. وشكرا لمتابعتكم لنا.